هي في ديك الساعه كانت صحاب لها الدار كامله ضبه، فهمتي؟ حنايا الدار ماشي ضبه، الدار النص دخاي والنص ديما. هي كان خصها تخرج الوراق ديال الدار، شافت الراجل الكبير هتنصب عليه باش يكتب لها بلا ما يعرف ولا يعمل لها بيعه ولا شي حاجه، فهمتي؟ مشيت عنده قلت له شوف ابا، هاد الطلقه ديالك وهي تجيب الوراق ديالها هالفلوس وعملوا الحلال، ما تبقاوش عايشين في الحرام. ديك الساعات تزيدنا في الهضره، تسيبت عليا هي انا مضروبه كامله، هذه انا ها هذه هي شبرتني من شعري وجرجرتني تحت، جرجرتني تنقعد الزنقه، جاتني دقه في وجهي وحنا كنا فوق ما كايناش. خد انا عيت ما غوت، ولا كانوا جيران زعما الجيران كانوا شاهدين، عيت ما نقول عتق الروح عتق الروح. سيبت عليها هيدك صافي، يعني كندافع على راسي. فاتناش على راسي شنو كتعمل حسيه مضروبه، جبرت ديك الفيديو سبه مشات لوكيل مالك. انا راضيه باي حكم، حيت هي ضربتني وانا ضربتها، انا دافعت على راسي. الناس كيقولوا هادشي كامل نايض على الورث، لا حنايا ما عندناش مشكل ديال الورث، حنايا حاربنا الفساد في الدار ديالنا. هاد السيده هذه كانت كتفسد في الدار ديالنا، وحنا اللي جبنا لها الوراق باش تتزوج. هاودو عاوتاني السكنه خاي بلال، خوا ولو ديك بيت النعاس ديالو، كلشي ديالو، الكري اللي تما قالوا لنا بان هادشي هذا عند 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 ولده، بيت النعاس دخاي وداكشي كامل عطاتو لولده، هو اللي كينعاس فيه ولده دابا. ما كاكاش واحد ما يعملش لولادو هيدا، واش ابنو اللي يجي من اسبانيا ما يدخلوش؟ بنتو لا تجي لا جات من اسبانيا لا تدوق، وقال لها ملايتي المسخوطه، انا عندي عنك ساخط ما عنديش ولاد، انا كاكا عندي عليه الري كديتو للحبس. كنت خالتي غديتو للحبس كاع عندي على على حسب ما بقاش شي حاجه ديال الرجال وذي الرجوله وذي الكبده وذي العشره ديال المراه ديالو ماتت وخلات لولادو في يده. سمعتني؟ السلام عليكم، انا فاطمه كراش، كنسكن في حي الثانيه زنقه 168 رقم الدار 5. الوالد ديالي كان وقع له واحد المشكل، كان تهرس من رجله. ديك ساعتك ملي تهرس من رجلو دينا هنا الطبيب، جا واحد الاخ ديالي وانا شبرنا، عملنا له واحد الراجل اللي قابلو، عملنا له ديك الراجل اللي قابلو. ديك ساعتك هو ما رضاش بديك الوضع، لان الراجل راه يقابلو خصوص قابلو مرا. ديك ساعتك قلنا له ساعه يقابلك الراجل احسن، لا هو قال لا خصني انا مرا تقابلني. صافي خلينا هكداك. واحد النهار هو يجي واحد صاحبو، واحد صاحبو قال له كاينه واحد المراه، جبنا واحد الجوج، كانوا جوج رجال، واحد جا قابلو واحد كان كيجي مره يطلل عليه، كيجي يطلل عليه. ديك ساعتك تفاهموا مع بعضيتهم، شبروا جابوا له المراه. ملي جينا ولقينا ديك المراه، زعما الصراحه ما بغيناش احنا، قلنا بلي انا جبنا لك الراجل ماشي جبنا لك المراه تقابلك. ملي جينا حنايا للدار، ما ملي جينا دخلنا حنايا للدار جبرنا السيده، ما عجبناش الحال مره، يعني مراه بوحديتها مع ثلاثه درجال ما عجبناش الحال مره. جا ديك الراجل اللي كان مقابل با، قالنا مهم هي تعمل الشغل غير اليوم وتمشي في حالها. صافي داكشي اللي تفاهمنا عليه. من بعد هاد السيده بقات كتجي دائما حنايا كنقولوا له زعما تمشي في حالها، تسالي شغل تمشي في حالها. حنايا كنمشيو بحالنا الديور ديالنا، هاد السيده كترجع بالليل، كتبات تما في الدار. يعني حنايا حتى شي واحد ما بغى على هاد السيده هادي، كترجعنا للدار كتبات تما، ما بغيناش. حصلنا داك الراجل معاني واحد المره، جينا انا واختي بالنهار العكوزه ديالك، جينا نطلعوا عليه، جات معنا مره، كنا جرينا عليه الصراحه. جينا نطلعوا عليه، كنجبروا با في البيت، وفي واحد البيت ديال السكنه، فين ديك الدار اللي على الشارع، في البيت بوحديته، وهما في السكنه شادين عليهم بالساروت، زهره وهاد السيد اللي جابها شادين عليهم بالساروت. بقينا كندقوا خرجوا فافيا، حيت هاد السيد ملي جابها قال هادي بنت اختو، قال خالته، قالت هذا ولد اختي، زعما جابني غير نخدم. حنا داك الشيء في الاول تيقنا انه فعلا ولد اختها. من بعد ملي جبرناهم حصلناهم شادين عليهم بالساروت، والناس خرجوا مفافيين وداك الشيء، والدكشه باقا سخونه والفراش باقي مفرش. ما ايوا شو ديك الساعه خافت ومشات في حالها، ياك؟ ملي مشات في حالها با رجعها، فهمتي؟ بقى كيعيط لها في التليفون ورجعها، حنا كنا جرينا عليها هو رجعها.
صافي ديك الساعات با بقى لاصق فيها وهي لاصقه فيه. قلنا حنايا ما يمكنش السيده تبقى هايده، حنايا ما بغيوش يبقى قد هايده يبقى في الحرم معاها. قلنا قلنا له جيب الوراق ديالك، قلنا لها جيب الوراق ديالك و ولا جيب الوراق ديالك واجي تجوج به. هي السيده ما بغاتش تتجوج به حيت اصلا هي ما كانتش ناويه اصلا تجوج به. هي السيده كان عندها واحد اخر، واحد اخر خصها تجوج به، كانت خصها غير تنصب على با تدي له الدار ديالو. انا الصغير خصها تجوج به، انا جبرتها تبعتها عند العدول، دات با عند واحد العدول، دخلت عنده وديك العدول ملي دخلت عنده قلت له شني كاعنو هنايا، قال لي حقا غير باش تخرج الوراق ديال الدار. هاد السيده هادي غير خدامه، اش داها شي وراق ديال الدار؟ شنو هتعمل هي بالوراق ديال الدار؟ هي كان خصها تخرج الوراق ديال الدار، شافت الراجل الكبير هتنصب عليه باش يكتب لها بلا ما يعرفها ولا يعمل لها بيعه ولا شي حاجه، فهمتي؟ ملي جبرناها عند العدول ديك الساعه حنايا مشينا عملنا شكايه بها، شكايه ديال النصب والاحتيال. هي في ديك الساعه كانت تسحب لها الدار كامله ضبا، فهمتي؟ حنايا الدار ماشي ضبا، الدار النص دخاي والنص ديما، فهمتي؟ النص ديال الوالده ديالي، يعني النص دخاي والنص ديال الوراثه، يعني داخلين فيه ديك خاي اللي شاري وسبعه بي، يعني داخلين سبعه بينا وخاي اللي شاري والاب ديالي، يعني حنا كاملين وراثه. ديك الساعات قلت لها شوف اختي، يا اما هتمشي في حالك، تمشي في حالك ما تبقاش عايشه مع بابانا في الحرم، حيت السيده ما بغاتش تجيب الوراق، يا اما هتجيب الوراق ديالك، فهمتي؟ انا عندي فيديو هنايا انا كنعطيها فلوس حيت السيده كتنكر، فهمتي؟ ساعه بقينا كنشكو فيها، هزيت انا واحد المره التليفون ديالها، جبرت النمره ديال واحد السيد عندها، دخلت انا على ديك السيد قلت له فين كتعرف هاد السيده؟ قال لي انا هاد السيده كتقول زعما لاباس عليها، عندها جوج ديور في برشيفة وعندها الدار في المرس وعندها الدار في عين حياني. هي ديك الدار اللي كتهضر عليها في المرس هي اللي كانوا ساكنين فيها ولادها، بيت واحد باقي على اللاجور اللي كتقول الدار ديالنا فيها الطوب، ولادها هما اللي ولادها هما اللي كانوا ساكنين مع الطوب في ديك البيت اللي باقي على اللاجور في المرس. والدار ديالنا برشيفة جوج الديور هي اللي هضرت عليهم مع هاد السيد، والدار عين حياني هذيك كانت خدامه معاهم في الديور. هاد السيد هذا قال لي هي قالت هادشي ديالها وخصها تجوج بيا وهادي، وبيدو بقى مصدوم مسكين. صافي من بعد من شافت راسها تفضحت صافي السيده مشات تجوجت به سريا ما قالت لناش. وملي كانت هي في الدار كانت كتعاملنا زعما مزيان، على اساس زعما باش الناس د الزنقه كيشوفونا معاها كيقولوا هذه متفقه، يعني كتسيب متفقه زعما مع ولادها، يعني ولادو بسبب دبا كنخافوا باش ما تكون نمشيو مشاكل، ولادو متفقين معايا انا هنايا في هذا الدار، فهمتي؟ ديك الساعات صافي مشات جابت ديك الوراق ديالها سري، تزوجت به سري. حنايا جينا كنجي انا للدار على برا، قال لي طلل على با انا سبق له خي خلالي الساروت وعندو السلعه في ديك السكنه ديالو كيجيبهم على برا. السكنات ديالو كاملين عنده ثلاثه السكنات، واحد السكنه في لاكاب عطاها لي بان العول يجلسوا فيها، وحس انا ساكنه في المرس والعول كيقراو في الجيراري. شوف هذه السكنات تخاي واخا ماشي مصلوحين ولكن كانوا عامرين بالاتات حيت هو كان على برا كل مره كيجيب شويه، يعني انت ديك البيبان باش يصلح هذه والشراجم الاتات كامل نبيرات لابادوره كلشي باقي في لومبالاج ديالو، مسكين كيجمع باش يمشي اتات الدار ديالو يجي يصلح الدار ديالو ويكبر المشروع ديالو. وعندهم ملبانه شبروه وما خسروا لي الساروت دبا بالزنقه، ما بقيتش كندخل صافي خسروه لي، يعني ما هي خسرات وخسرت لي الساروت صافي، ما بقيتش كندخل للسكنه، ما بقيت كنعرف حتى شي حاجه عليها. قال لي صافي اختي انا في لاكاب عندي كاري، انا جوز لي كاري نهضر معاه، ديك كاري غيمشي فحالو تينا شبر ديك السكنه العولي جلسوا فيها مره حدي لي السكنه ديالي طلل فيها ورد بال. واحد النهار حنايا بقينا شي سيمانه ما كنمشيوش صافي، مبقيناش كنمشيو باب الزنقه محلوله، ما كيحلوا لنا شي باب، ضربت كغتصدق حرطات علينا كوري ما يحلوا لنا شي باب. استولات على الدار كامله وبدلوا اللوبات، واخا كندقوا في الباب تكاري واحد كاري تحت يا لطيف منه حسب الله ونعم الوكيل، واخا كندقوا في الباب وعاملين فيه عيل خير هذوك ما بغيوش يحلوا لنا الباب مره، ما كيبغيش يحل الباب حيت هي وصاتهم، هي قالت لهم الا جا ولادو ممنوع تحلوا الباب كاملين بهم. نهار اللي جا خاي حنا ما مشيناش باش ندفزو اولا شي حاجه، مشينا يعني خاي جا من اسبانيا خمس سنين ما شاف باه، ما يمكنش هيجي يتهجم عليه، فهمتي؟ حنا مشينا عاديين عينا ما صرنيو في الباب، حتى واحد ما بغى يحلنا، واحد الساعه دخل واحد الكاري دخلنا معاه، مي دخلنا معاه عادي كنهضروا مع با. جات هي بالعكس هي يعني اللي تهجمت علينا، قالتنا قلنا لها علاش ما فتحتوش؟ ما كيعرفهاش، قال لها شكون تينا اختي؟ قالت له انا مراته وتسيبوا على بعضيتهم ودرعوا بعضيتهم. اخي قال شنو هذا الشيء؟ انتم كنتوا كتقولوا ما يضربنش كا تصدق، تصدمنا الصراحه عندنا الحشومه حنا مع الاخ ديالي، ما عندناش داك الشيء، المهم عندنا الوقار بيناتنا.
جات تجلط شبار الاب ديالي كيهضر له شبرو قال له با شنو كتعمل واش ضربك كتصدق بهادي ابا شنو هادشي خصك تحكي لي انا شنو هادشي انا ما عارف والو جاب الصراحه بقى كيغوت 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 هو شبرو كيقول له با عمل عقلك صافي وحنايا كنهضروا معاك وانا با شحال ما صافي ديك الساعات هضرنا عاديا خي وهادي طلعوا كيشوفوا السكنه ديالهم طلعوا كيشوف طلع حيت خي عنده الديور ديالو تما جوج وحده نتا حيت عنده ثلاثه السكنات ديالو طلع كيشوف السكنه ديالو انا بقيت كنهضر معاها كنقول لها علاش انا اللي عطيتك الوراق وانا اللي عطيتك الفلوس باش تجيب الوراق وبا انا اللي جبت له الطلقه ديالو هذه علاش عملتوا هادشي بلا خبرنا يعني انا بقى فيا الحال بزاف حيت السيده ديما كتكون معايا ونهار اللي ضربت ضربت الكاغيط ايوا نهار اللي ضربت الكاغيط تقلبت ديك الساعات تزيدنا في الهضره تسيبت عليا هي اللي تسيبت عليا وهي اللي ضربت بتني الاولانيه انا ما يمكنش انا فهمتي ها نضربه شو هادو ديك نهارها انا يعني مضروبه كامله وري الوجه ديالك انا مضروبه كامله هذه انا ها هذه الوجه هي شبرتني من شعري وجرجرتني تحت جرجرتني تنقعد الزنقه جاتني دقه في وجهي وحنا كنا فوق ما كايناش خد انا عيت ما غوت ولا كانوا جيران زعما الجيران كانوا شاهدين عيت ما نقول عتق الروح عتق الروح عيت ما غوت سمعني غير ولد اختي حمزه هاود كيجري هو الاولاني في الدرج ما بيعرف باش تبلع العين انا مضروبه حتى انا مضروبه هاود حمزه زعما كيفارق جبره جرتني هاودنا تنقع هايدك ديك الساعات هي خرجت شبرت في اليد عرفت الكاميرا خرجت من الزنقه الساعه اللي خرجت هي من الزنقه انا هذيك ردت الفعل يعني ما يمكنش يكون واحد الفعل بلا ردت الفعل انا كندافع على راسي وريهم وجهك تسيبت عليها هايدك صافي يعني كندافع على راسي ما فاتناش على راسي شنو كتعمل حيت هي جبرت ديك الفيديو السبه مشات صافي خوتي لا لاحظتو الا لاحظتوا في خوتي مي هودت فاطمه ومحمد يعني مشلوطين ما فاهمين والو حنا خلينا الناس غير كيتناقشوا حتى كنتفاجئوا كنجبروا الغوات وهادي عادي ما عرفناش باش ماش تبلت انا بعدا أيوة. ما عرفتش يعني. بالعكس خي محمد مسكين كيجر با حيت هي لا لاحظتوا مي كنت انا كنجر هي شبره في اليد ضبه كتجروا باش يطيح حتى هو فهمتي يعني هي كانت خاصها تكبر الساق ملي هيدا دابزنا مشات هي عدلت له شهادة طبية ليلو على أساس حتى هو مضروب حنا يبا ما نقدروش نضربوه بالعكس حنا با مي ماتت يما وحنايا مساندينه تهرس العملية الأولانية أنا اللي عدلتها له تكلفت بها بوحدي 3 الملايين بمصاريف ديالها بكل شيء يعني حتى العائلة كل شيء عارف أنا اللي تكلفت به بديك العملية ملي العملية الثانية عاوتاني حنايا تكلفنا له بها ولادو يعني حنايا عمرنا ما سمحنا فيه عمرنا ما تخلينا عليه دائما حنايا مساندينه بالعكس ملي عمل العملية اختي سمحت ولادها وجات كتقابلو مرة كتقابلو هي مرة انا هو بقى كيقولنا سيروا في حالكم سيروا في حالكم يعني هو اللي كان كيجري علينا دائما شو ملي وقع الدابزة هي مشات عملت شواهد طبية وديكلارات بينا عيطوا لنا بوليس مشينا صافي عملنا محضر ديالنا وديك الشيء عيطوا لنا في المحكمة مشينا استمعنا الوكيل الملك قالنا صافي سيروا في حالكم فهمتي صافي ماشي انا هنمشي انا ضربتها هنمشي انا نقول لهم ها انا ديوني الحبس انا كنستناتي عيط لي وكيل الملك انا راضيه باي حكم حيت هي ضربتني وانا ضربتها انا دافعت على راسي هي ضربتني وانا ضربتها اللي تحكمت عليا المحكمه مرحبا وصافي كنستناو تيعيطوا لنا وكيل الملك مي عيطنا عاوتاني وكيل الملك راه حنا هنمشيو المهم حنايا ملي جينا المحكمه شافت ما عملوا معنا حتى شي حاجه السيده مشات كونت عصابه منهم واحد ولد خالتي وولده وواحد سيد اخر متجبل ديالنا بن عروس و يعني كاملين بهم دخلوا للدار سرقوا السكنه تخي محمد طرطقوا البيبان وخواو ديك السلعه اللي تما كامله وهبطوا ديك الشيء كامل ما نعرف واش داوه باعوه ولا ما نعرف هاودو عاوتاني السكنه خي بلال خواولو ديك بيت النعاس ديالو كلشي ديالو الكري اللي تما قالوا لنا بان هادشي هذا عند عند ولده بيت النعاس دخاي وديك الشيء كامل عطاتو لولده هو اللي كينعاس فيه ولده دابا قالوا لنا راه السكنه تخي تخاكو محمد كاملين تسرقوا والسكنه تخي بلال وتخي حمد والحانوت ديالي كامل خواتو هي كتقول با ولكن كاينه جيران شافوها بانها هي اللي كانت كتخرج
خارج اللباسي ديالي والحوايج ديالي، وكانوا عندي تما الورق ديالي، الحاله المدنيه، الكاغيط الصداق، الفلوس في الصاك، يعني على غفله خواتلي الحانوت كامل. انا مشيت ملي سمعت هادشي هذا مشيت لغدا للحانوت باش نشوف، فتحت الحانوت كنجبر الحانوت خاوي كامل، ما فيه حتى شي حاجه. مشيت دغيا عند الكوميسارية حيتاش كان الحد ديال العوامة، مشيت طلعوا معايا باش يعملوا المعاينة، طلعوا معايا بوليس عملوا معاينة بأن الحانوت خاوي ما فيه حتى شي حاجة، والشرطة العلمية دات بصمات من الباب. صافي ديك الساعة عيطوا له مهودوا هي سرقت هي وبنها وهاد العصابه اللي قلت مي هودتنا الكوميساريه كتقول باباهم اللي دا هادشي كامل. انا ما شفت والو، باباهم راجل كبير، واش الراجل الكبير هيقدر يسرق ديك السكنات كاملين؟ واش الراجل الكبير غادي يدي اللباسي وعاد مهرس؟ ما يقدرش هو مسكين اللي كتقول له هي هو اللي كيكون. دابا حنايا اللي مظلومين، حنايا اللي في الزنقه كما كتشوفوا، حنايا اللي كنتصوروا دابا في الزنقه، هما صوروا في الدار، يعني هما اللي في الدار جرات علينا، ما خلاتناش ندخلوا للدار ديالنا مره. حنايا كنجيو ندقوا كيجريو علينا كيطلل علينا مشارجم، كتقول لي مشي قول للمخزن يجي يفتح لكم بيبان. دابا هاد السيده هادي جابت ولاده ثلاثه بهم عايشين في الدار ديالنا في الملك ديالنا ديال الوراثه. كما قلت لكم انا الدار النص ديال الوالده، النص ديال خاي، واللي باقي ديال الوراثه، يعني با ما عنده حتى شي حاجه ديالو بوحديته. تما الناس كيقولوا هادشي كامل نايض على الورث، لا حنايا ما عندناش شي مشكل ديال الورث، حنايا حاربنا الفساد في الدار ديالنا. هاد السيده هادي كانت كتفسد في الدار ديالنا، وحنا اللي جبنا لها الوراق باش تتزوج. حنايا دابا جينا كنكشفوا هاد الحقيقه وكنطالبوا من القضاء ينصفنا ويعطينا حقنا، حيتاش حنايا اللي في الزنقه وهما اللي كيستغلوا. دابا هما كيستغلوا ديك جوج الديور كاملين مكريين، كلشي مكري، كتشبر كراهيه، تبيبان ديال الزنقه مكريين، كلشي مكري. السلام عليكم، لاباس عليكم، مزيان صحيحين، الله يجعل فيكم البركه. عطوهم الحق ديالي هذا من العوال ولد خالتي، انا نعرف باقي المخلوق قريبه لي، يماها مسكينه الله يرحمها وسع عليها، كانت ما تحيد عني ما نحيد عليها، طالع داك الشيء طقطق. السلام عليكم، ما كل شيء طلع على يدها مسكينه، هي كانت المراه منا والراجل منا، كدبش هنا المارشي طلع الخنشه البطاطا على طاهره ما كانتش تركب باش باقا في البراكه. كنعرف داك الشيء طلع على قلبه وفواده، ولادو اللي عزوا عليا، ولادو اللي عزوا علينا، راهم اربعه في اسبانيا، خدموا ولا يصيفطوا، خدموا ويصيفطوا. جا العائل مسكين ديك الغرسات كانت طلع ديك الدار فيها ديك لاترنا للريزو دبنو هذاك، ولادو رزياق دو ولادو ودمراتو، هو كان فحال الناس هذه هاي دواها، ما شوشي راجل مقود باش قام تاعو كان مهرس. دائما مهرس كان، دائما ولي كان هشاشة العط من فيشني، دائما ما يجي يستريح تيكون هرس، تيكون واحد النهار كان عمرو ما سمحوا فيه. صح، عمرو ما سمحوا فيه. الحقيقة الله المرأة كانت عمرها سلعة، خد النار دبنا، المرأة غزالة كانت الله عمرها سلعة، المرأة الله خد ما ورد ما هي منا مرأة ومنا راجل، كانت زعما مقود. أنا ما نقدرلاش، المرأة ما تسلو بقى الراجل اللي يلعبوا له في المخ ديالو، بقاو لي يلعبوا له المخ، ما عندوش الراس، ما عندوش الراجل من اللوم، عنده بحال اللي ديك المهرق باقول له 12 سنه ما عندوش الراس، ما كانش واحد ما يعملش ولادو هيدا. واش ابنه اللي يجي من اسبانيا ما يدخلوش؟ بنته جات من اسبانيا لا تدق، بنته لا تجي، لا جات من اسبانيا لا تدق، وقال لها مليت يا المسخوطه، انا عندي عن ساخط ما عنديش ولادي، انا كاك عندي عليه الراك اديته للحبس، ولد خالتي قديتو الحبس كاع عند على حسب، ما بقاش شي حاجه للرجال وذي الرجوله وذي الكبده وذي العشره ذي المراه ديالو ماتت وخلات الولادو في يده. سمعتني؟ احنا قلبنا اللي يزفر وما بيداناش بالحق. شوف المخزن يقي الحل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.